اقول لك والله العظيم غير هادو اشياء غريبه تحصل غير في افريقيا. هاد الاشياء يعني الغريبه، ناس كامل تحوس كيفاش تلعب يعني مباراه كره القدم، وحنا نحوي في هاد المباراه شفنا باللي الطرف الاخر يحوس بكل يعني ما بوسعه باش ما يلعبش المباراه. هذا الشيء والله غير ياسفنا ونتاسفوا ليه. الضحيه اتحاد العاصمه، الضحيه الكره الجزائريه، الضحيه كره القدم الافريقيه اللي دائما تبقى في المهازل، وهذا الشيء ما نقدروش نطوروا بهاد الاشياء. يعني كره القدم هي باش مديوره لتعارف ولتاخي، ماشي باش تفرق. كره القدم تجمع، ولكن يعني للاسف راك تشوف انا يعني على الصعيد المغاربي والافريقي ندخلوا في هاد المهازل. حنا يعني باركور تاعنا يعني غني على كل تعريف، اتحاد العاصمه هو الفائز يعني بالكاسين الاخيرتين يعني الكاف والسوبر، وما خلاوهش يعني يدافع بكل قوه بكل حظوظه على هذا الكاس. شنو قاعدك واسم تعار اخرى بالنسبه للكاف؟ واش نقول يعني كل مره تحاول ان تضرب الاتحاد العاصمه؟ نعم لا دا تضرب الجزائر. الكاف يعني بقات هيئه يعني على واش نعرفوا عليها كاع من المهازل هذه، راهي تزيد مهزله فوق مهزله، وهذا الشيء ما راحش يخدم الكره الافريقيه، والكره الافريقيه اللي هي بحاجه للتطور راهم يكسروا فيها. واش نقولوا؟